بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور غادة مصطفى السيد، أستاذ مساعد في قسم الكيمياء التحليلية. إن شاء الله هنكمل اللي احنا كنا ابتديناه قبل كده في الريدوكس رياكشن. معانا الابليكيشن. محاضرة النهاردة بنكمل على شغل المحاضرة اللي فاتت، ريدوكس رياكشنز انفولفينج ايودين ايودايد سيستم. معانا في المحاضرة Standards and Source of Error Applications. هنلاحظ ان الابليكيشن معانا 11 ابليكيشن، وفي الاخر المحاضرة هندي Summary كويس صغير علشان اعرف مين فهم معايا، وبعدين Evaluation of the Lecture. ياريت كل واحد يجيب بقى ورقة وقلم جنبه علشان يبتدي يكتب النوتس اللي انا هحتاجها. الكيوردز بتاعت محاضرة النهاردة Oxidized and reduced form، هو ده اللي هنحكم بيه على الابليكيشنز اللي احنا هنشتغل عليها. Enjoy your time. قبل ما ابتدي احب ان احنا نفتكر حاجات كده مع بعض عشان هتخدمنا طول المحاضرة. طول ما احنا ماشيين في الابليكيشن بتاعت الأكسيديشن ريدوكس رياكشن، معانا صديقنا الصدوق نيرنست إيكويشن اللي عمل لنا الأكسيديشن بوتنشال، الإيكويشن بتاعة الأكسيديشن بوتنشال. أنا هنا قدرت أفهم من الإيكويشن إن أنا لو حبيت أزود الأكسيديشن بوتنشال هلعب في الكسر بتاع الأكسيدايزد فورم على الريديوسد فورم. إزاي؟ إن أنا لو هعلي البوتنشال هزود الأكسيدايزد فورم أو أقلل الريديوسد فورم، والعكس لو حبيت إن البوتنشال أقلله هعمل العكس، أزود الريديوسد فورم وأقلل الأكسيدايزد فورم. دي كلها احتمالات إن أنا وأنا ماشية في الأبليكيشن أقدر أتحكم فيها بالصورة اللي تناسبني. types of titration اللي احنا كنا خدناها قبل كده، عندنا 3 types: direct, indirect, back titration. يا ترى ايه الفرق بينهم؟ والله في حالة الدايركت عندي بحط السامبل احط عليها الانديكيتور وانزل بالتايترانت على طول، ده بيبقى اسمها دايركت. طيب لو عندي السامبل حطيت عليها رياجنت وهما الاتنين اتفاعلوا مع بعض واداني برودكت، وعن طريق البرودكت اللي طلع اللي هو equivalent للسامبل ابتديت اعمل titration. في الحالة دي يبقى انا عملت تعيين للعينة بطريقة غير مباشرة عن طريق البرودكت اللي طلع المكافئ للسامبل اللي عندي، بيبقى اسمها indirect titration. طب back titration، عندي السامبل بحط عليها نون اكسسيف ستاندرد، فالسامبل تتفاعل مع الكمية المكافئة ليها اللي هيتبقى، اعمل له باك تايتريشن واقدر ساعتها اطلع الكونسنتريشن بتاع العين. طيب احنا النهاردة شغالين في الريدوكس رياكشنز انفولفينج ايودين ايودايد سيستم. عندنا الجدول ده بيبين لي انا البوتنشال بتاع الاكسديشن بوتنشال بتاع الايدين ايودايد سيستم فين من المواد اللي حواليه، هو equal 0.54. هلاحظ ان كل الحاجات اللي فوق ال 0.54 تقدر تعمل اكسديشن للايودايد لانها اعلى في البوتنشال، تعمل اكسديشن للايودايد وتحوله لايودين. طيب الحاجات اللي أقل منه هيحصل لها إيه؟ ساعتها الأيودين هو اللي هيقدر يتفاعل معاهم ويقوم مأكسد الريديوسد فورم اللي فيهم. ياريت كل شوية نبتدي نقرأ في الجدول ده ونشوف الحاجات المفروض إيه الفورم الأكسيدايز فورم وإيه الريديوسد فورم وإيه موجود قبل الأيودين أيودايد وإيه اللي موجود بعده عشان أقدر أعمل إكسبكتيشن اللي هيحصل أو الإكويشن اللي هتحصل أكسيديشن ولا ريدكشن. طيب في حالة
الايودين ايدايت سيستم الدايركت تايتريشن او الباك او الاندايركت هيبقى شكلهم ايه؟ في الدايركت تايتريشن انا نازله على السامبل زائد الانديكيتور بالايودين مباشره، بعمل تايتريشن لغايه اما اوصل للاند بوينت. طب باك تايتريشن عندي السامبل حطيت عليها نون اكسس اوف ستاندرد اللي هو الايودين، وابتديت اللي فضل من الايودين عملت له باك تايتريشن بايه؟ بستاندرد تاني اللي هو الثايو سلفيت. عندي في الحاله اللي انا عندي فيها دي الحالتين الدايركت والباك استخدمت فيهم ستاندرد ايودين، انا حطيت الايودين بنفسي يعني ايودي متري ايودي، انا اللي حاطه الايودين بايديا، حطاه سواء دايركت عامله بيه تايتريشن او سواء باك حطاه نون اكسس وعملت للي فضل باك تايتريشن. في الحالة دي بسمي ايودي متريك رياكشن. طب لو كانت التجربة اللي عندي ماشية اندايركت يعني ايه؟ يعني عندي السامبل حط عليها بوتاسيوم ايودايد زائد اسيد والاتنين طلعوا لي برودكت، البرودكت ده كان ايودين، البرودكت اللي طلع الايودين المكافئ للعينة هعمل له تايتريشن بثايوسالفيد، يعني هو اللي طلع ايودين. في الحاله دي بسميها ايودوميتريك ميثود. انا هنا عايزه اميز ايوديميتريك ميثود، ايودي انا اللي حاطه الايودين بنفسي، لكن ايودوميتريك ميثود ايودو هو اللي مطلع الايودين وبعدين عامله له تايتريشن. احنا طول ما احنا ماشيين في الابليكيشن المفروض ان احنا نميز العينه اللي عندي دي اتفعلت ايوديمتري ولا اتفعلت ايودومتري. يا ريت نكتب الكلام ده في النوتس اللي جنبينا اللي احنا حاطينها جنب المحاضره. عندنا سؤال give reason direct titration of reducing agent with iodine gives inaccurate results. ليه بقى يا ترى؟ دلوقتي احنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكلة الريديوسينج ايجنت نفسه العينة وعندنا مشكلة الايودين. يا ترى ايه؟ الايودين بيقول لي ان الرياكشن بتاعه بيبقى relatively slow especially near the end point of the titration، طبعا يديني inaccurate result. الحاجة التانية ان ممكن العينة اللي هي reducing agent يحصل لها partial oxidation by atmospheric oxygen أثناء التايتريشن، فده كله بيبقى مشاكل ويديني inaccurate endpoint. طب أعمل إيه عشان أتغلب على الموضوع ده؟ إن أنا بقول إن أنا بعمل back titration. مع العلم في بعض الحالات اللي إحنا هنستعملها في الأبليكيشنز اللي جاية بتبقى برضو بتبقى دايركت تايتريشن لكن في أضيق الحدود، والأفضل إن إحنا نستخدم الباك تايتريشن. Applications of redox reaction عندنا الفيرمنجانومتري اللي إحنا خدناها قبل كده، عندنا الأيودو والأيوديمتري، عندنا others دي هناخدها إن شاء الله في المحاضرة الجاية. اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت برمنجانومتري، اللي احنا بناخده النهاردة كان بقية الانترودكشن، وبعدين هنكمل الستاندرد اللي احنا بنستخدمها والسورس اوف ايرور وبعدين الابليكيشنز. الستاندردز اللي انا بستخدمها عندي اول ستاندرد اللي هو الايودين سوليوشن، ومن مواصفاته ان الايكويفالنت ويت بتاعه ايكوال الموليكولار ويت على 2. تاني حاجة ان الايودين سوليوشن نوت برايمري ستاندرد، تفتكروا ليه يا ترى؟ علشان الفولاتيليتي بتاعت الايودين. لما باجي احضر الايودين سوليوشن بعمل ايه؟ بجيب الوزنة اللي انا عايزاها وادوبها في concentrated solution of potassium iodide وبعدين اكمل للفوليوم اللي انا عايزاه. طب انا ليه بضيف concentrated solution of potassium iodide؟ بيقول لي علشان سببين، السبب الاولاني بيزود السوليبيليتي بتاعت الايودين، السبب التاني بيقلل الفولاتيليتي بتاعت الايودين، ودي حاجه تهمني.
فعلا لو بصيت للإيكويشن هلاقي إن الأيودين في وجود High Concentration of Iodide بيكون لي حاجة اسمها تراي أيودايد. I3 عليها نيجاتيف، وده بيبقى السبب إن الأيودين الفولاتيليتي بتاعته بتبقى قليلة. لو أنا استخدمت Low Concentration of Potassium Iodide هلاقي إن التحضيرة بتاعتي مش كويسة وبشتكي من الفولاتيليتي بتاعت الأيودين. لما انا عرفت ان الايودين سوليوشن نوت ا برايمري ستاندرد، يبقى انا متوقعه تماما ان هو هيحتاج ستاندردايزيشن. بستخدم ايه في حاله الستاندردايزيشن؟ بستخدم صوديوم ثايوسلفيت ستاندرد وستارش از انديكيتور. البروسيدور اللي احنا هنقولها دلوقتي ده اكزامبل للايودومتري. بستخدم حاجة اسمها glass stoppered conical flask. دي فلاسكة ليها stopper من فوق علشان avoid الفولاتيليتي بتاعت الايودين اللي بيطلع، هنشوفها كلنا في المعمل. الستبس بتاعت التايتريشن بيبقى شكلها ايه؟ والله في حالة الايودومتري ايودو هو يعني هو مطلع ايودين في الفلاسكة، ففعلا at the beginning بلاقي ان لون الفلاسكة brown color of ايودين. اقعد اعمل تايتريشن للايودين اللي طالع ده بثايوسلفيت، فكل ما انزل بالثايوسلفيت هلاقي ان لون الايودين البني بيخف يبقى اصفر غامق ويبتدي يبقى فاتح اهو زي ما احنا شايفين near the end point، بيقلب لسترو يلو لون اصفر فاتح، بيقولوا ان هو لون القش الاصفر. ده معناه ان الايودين كله ابتدى يخلص وابتدى الاند بوينت قربت تيجي. القلبه بتاعه اللون ان انا من اصفر لكالرلس دي بتبقى صعبه شويه، فباجي عند النقطه دي نير ذا اند بوينت وبحط انديكيتور اللي هو الستارش. طبعا اول ما احط الستارش في وجود الايودين هلاقي ان اللون بقى لونه ازرق. اكمل تايتريشن نقطه نقطه من البيوريت بتاعه الثايوسلفيت لغاية أما تخلص كل اللون الأزرق بتاع الستارش، معناها إنها اتفاعلت مع الأيودين كلها، تظهر للإند بوينت نو بلو كولر. الستبس دي مهمة قوي لأن هي بتبقى هي دي التجربة اللي ممكن تنزل في الامتحان بتاعة الأيودومتري. الستاندرد اللي بعد كده iodate iodide mixture. ليه بستخدمه؟ علشان ده بيقول لي ان هو good source of standard iodine upon acidification. فعلا انا بقوم جايباهم ومحطاهم على بعض وبسيبهم، ولما احط عليهم الاسيد الاقي الايودين ابتدى يطلع. الستاندرد ده عبارة عن primary standard، ما بيحتاجش ان هو يحصل له معايرة او standardization. ثالث standard sodium thiosulfate solution equivalent weight بتاعه equal molecular weight، بس عندي ان ده not primary standard. طب ليه؟ لما بص للwater of crystallization اللي موجودة في الstructure بتاعه اعرف طبعا ان هو مش primary standard. لما باجي احضره بحضره في ميه مغليه، هي boiled and cooled distilled water. ليه؟ لان انا بخاف عليه من الديكومبوزيشن نتيجه لوجود المايكرو اورجانيزمز. بعد ما حضرته لازم اعمل له ستاندردايزيشن. هعمل له ستاندردايزيشن ازاي؟ عندي طريقتين: ستاندرد دايكروميت سوليوشن treated with potassium iodide in acid medium، وبعدين الايودين اللي طالع اعمل له تايتريشن بالثايوسلفيت in presence of starch as indicator. الطريقة التانية ان انا عندي الايوديت ايودايد ميكتشر as a primary standard after acidification، هلاقيه طلع لي ايودين، اعمل standardization للثايوسلفيت اللي انا عايزه. خلصت الستاندرد اللي بتستخدم، عايزة أروح أشوف source of error in iodometry titrations. إيه يا ترى اللي ممكن يعمل لنا error أثناء التايتريشن
هبص لكل كومبوننت انا بستخدمه، بستخدم الايودين از ستاندرد، بستخدم الايودايد في الاندايركت تايتريشن، بستخدم الثايسلفيت از ستاندرد، بستخدم الستارش از انديكيتور. هبص لكل جزئية على حدة وابتدي اشوف ايه الايرور اللي ممكن تسببه لي. نبتدي بالايودين، يا ترى ايه الايرور اللي ممكن يكون ناتج عن الايودين؟ المشكلة الرئيسية بتاعت الايودين ان هو فولاتايل، خاصة لو كان عندي بستخدم هاي تمبريتشر او كنت محضراه في لو كونسنتريشن اوف ايودايد زي ما احنا لسه قايلين. تاني حاجة ان انا عندي الايودين في وجود المية بلاقيه بيكون لي حاجتين، هايبو ايودايد اند ايودايد. وبعدين الاقي ان الهايبو ايودايد على سكند ستيب ابتدى يديني ايوديت وايودايد. طب وبعدين كده الايودين اللي انا بعمل بيه تايتريشن لقيته بيتكسر في المية، اوقف الرياكشنز والستبس دي ازاي؟ ان انا لقيت في الايكويشن الاولانيه في اسيد ميديوم، فاقوم انا ضايفه اسيديفاينج اهو سوليوشن مي بي اسيديفايد تو شيفت ذا رياكشن تو ذا ليفت عشان اوقف كل التفاعلات دي، اقوم ايه مزوده الاسيد ميديوم فيقوم عامل لي شيفت للرياكشن ناحيه تكوين الايودين. تاني حاجه في السورس اوف ايرور الايودايد. طب الايودايد يمثل لي مشكله في ايه؟ ان الايودايد ده ريديوسد فورم، فانا متوقع ان هو لما يتعرض للاتموسفيريك اكسجين ممكن يحصل له اكسيديشن من غير حاجه، وده حقيقي. لما نكون في المعمل هنلاقي ان الايودايد المفروض ان لونه كالرلس شويه، وهلاقيه ابتدى يدي على لون اصفر، هو ده لون الايودين نتيجه للاكسيديشن. اللي بعد كده الثايسلفيد. الثايسلفيد بيحصل له ديكومبوزيشن، فهلاقيه انه بيرسب سلفر، والكلام ده ممكن يبقى ناتج عن وجود اسيد او مايكرو اورجانيزمز، كربون دايوكسيد، اكسجين او سان لايت. طب هتغلب على الكلام ده ازاي؟ ان انا اظبط له البي اتش اللي هي بتبقى في حوالي 7-9 عشان تمنع المشاكل اللي بتحصل. اخر حاجه ممكن يكون يحصل ايرور نتيجه للانديكيتور زي اللي احنا مستخدمينه هنا الستارش انديكيتور، يحصل له ديكومبوزيشن باي مايكرو اورجانيزمز، الاقيه بيديني جلوكوز. الجلوكوز ده الدهايد، يعني ريديوسينج ايجنت. طب انا اصلا في ريدوكس رياكشنز، وجود حاجه زي كده هتعمل لي ايرور، او انه ممكن يديني نان ريفرسبل ريدش كلر وذ ايودين، وده بيعمل مشكله في ان انا اعرف اشوف الاند بوينت فبيعمل لها ماسكينج. ده افويد ذيس بروبلمز باي ان انا بضيف بريزرفتيف اللي هو البوريك اسيد. دي تجميعه لحاجات ظهرت في الايودين ايودايت سيستم. نشوف مع بعض. عندي اي 2 ده الايودين اللي هو الاكسدايد فورم، اي نيجاتيف الايودايد ده الريديوسد فورم، اي 3 نيجاتيف التراي ايودايد ده اللي ظهر عندنا لما قلنا بنحضر الستاندرد ايودين في وجود اكسس او concentrated solution of iodide علشان بيديني التراي ايودايد اللي هو less volatile and more soluble. I positive ده الايودونيوم ion هناخده بعد كده ان شاء الله في الابليكيشن. IO3 negative ده الايوديت. IO negative الهايبو ايودايت ده عبارة عن الايودين في الكالاين ميديم بيديني هايبو ايودايت. ياريت كلنا نميز بين السيمبلز اللي مكتوبة واستخدام كل واحد فيهم وظهرهم في الاكسبيرمنتس. الابليكيشنز بتاعت الايودين ايودايت سيستم زي ما احنا قلنا عندنا 11 ابليكيشن، قسمتهم لكم كده على 3 جروبس 4 4 3. اخر جروب ده عباره عن فارماسيوتيكال كومباوندز،
بعض الحاجات اللي موجودة في السوق وبتتحلل بالأيودين أيودايد سيستم. قبل ما نبتدي وندخل في الابليكيشن لازم نبتدي نرتب أفكارنا. أول حاجة هنبص عليها السامبل بتاعتنا ونقول يا ترى هي أوكسيدايزد فورم ولا ريديوسد فورم، علشان كل واحدة منهم بتمشي في اتجاه مختلف عن التاني. وبعدين نكتب الإيكويشن بتاعتهم، لو كانت مثلا أوكسيدايزد فورم يبقى أنا لازم أعرف هيحصل لها ريدكشن لإيه، والعكس بالعكس، بحيث أبقى أنا داخلة أبقى عارفة هشتغل أيوديمتري ولا أيودومتري. تاني حاجة بشوف التايترنت اللي هستخدمه ايه. تالت حاجة الانديكيتور والاند بوينت هيبقى شكلها ايه. رابع حاجة لو كان في اي بريكوشنز في الاكسبيرمنت، الناس تكتب النقط دي جنبينا في النوتس اللي احنا بنكتبها جنب المحاضرة، علشان قبل ما ابتدي في اي ابليكيشن هبتدي اشوف الحاجات اللي انا قايلة عليها دي. اول حاجة عندي السلفر جروب، هتتقسم السلفر جروب لثلاث حاجات: سلفايد، سلفايت، ثايو سلفيت. اول حاجة لازم ابقى عارفة الستركشرز بتاعتهم، كل واحد التشارج اللي عليه ايه، وهو اوكسيدايزد ولا ريديوسد فورم. كل اللي موجود في السلفر جروب عندي ريديوسد فورم هيحصل له اوكسيديشن. طب يا ترى هيحصل لهم اوكسيديشن لايه؟ عندي ثلاث أشكال: عندي السلفايد هيتأكسد لسلفر، السلفايت هيتأكسد لسلفيت، الثايوسلفيت هيتأكسد لحاجة اسمها تترا ثايونيت، وابقى عارفة الاستراكشر بتاع كل واحد فيهم. وبعدين أنزل من السلفايد لتلاتة تانيين أصغر منهم هيبقوا إيه؟ أول حاجة عندي إكزامبل سوليبل سلفايد. يعني إيه سوليبل سلفايد؟ يعني دايب في المية، يعني ممكن أعمله تايتريشن على طول. طب إنسوليبل سلفايد ده يعني مترسب، يعني ما أقدرش أشتغل عليه، لازم أحوله لحاجة سوليبل وبعدين أبتدي أعمله تايتريشن أو ديترمينيشن. آخر حاجة الأورجانيك سلفايد اللي هو بيظهر عندي في الأورجانيك كومباوندز SH جروب. أنا هنا مبينة في الستركشر عندي السلفايد هيتحول لسلفر بالطريقة دي راسب، وعندي السلفر اللي في الأورجانيك الـ SH هتبقى أوكسيدايز، إن أنا أشيل الإتشات منها زي ما احنا شايفين في الحالة اللي قدام. يبقى احنا دلوقتي بنحفظ مع بعض. أول حاجة عندي من الـ 11 أبليكيشن كانت السلفر جروب، والسلفر جروب لقيتها متقسمة لثلاث حاجات، وبعدين السلفايد منها لقيتهم متقسمين لثلاثة تانيين. Determination of sulfides، هنبتدي بأول example عندنا اللي هو soluble sulfide. زي ما احنا قلنا هنبتدي نكتب الإيكويشن وابقى عارفة السلفايد هيتأكسد لإيه. زي ما احنا شايفين هنا احنا مأكسدينه بالأيودين واداني السلفر، عملت له باك تايتريشن، عندي السامبل حطيت عليها نون اكسس ستاندرد ايودين، وعملت باك تايتريشن اللي فاضل من الايودين بفايوسلفيت. تفتكروا هنا تبقى ايودومتري ولا ايوديمتري؟ هل الايودين انا حاطاه بنفسي؟ تبقى ايوديمتري فعلا، ايودومتريك ميثود. Solution is acidified with HCl. Use starch as indicator. طيب الـ precautions عندي إيه؟ The solution mustn't react in a basic medium. ليه يا ترى؟ أهو بيقول لي to avoid formation of hypoiodide. ده لما احنا كنا قلنا إن الأيودين لو حطيناه في alkaline medium يديني hypoiodide. Which may oxidize some sulfides into sulfate. بقى ما ينفعش بقى. تاني حاجة السلفايد solution must be diluted not more than 0.02 normal. ليه يا ترى؟ دلوقتي أنا عندي في الاكسبيرمنت بتاعتي هيتكون راسب اللي هو السلفر، طب أنا خايفة إن السلفر ده يبتدي يعمل لي انترابنج للأيودين جواه أو يعمل لي ايرور
زي ما احنا شايفين بيقول ايه as a precipitated sulfur may include some of the iodine solution making error. يبقى دي البريكوشنز بتاعت الاكسبيرمنت اللي معانا. المثال الثاني عندنا في determination of sulfides عندنا الـ insoluble sulfides. طبعا في حالتها دي insoluble مش هعرف اعمل لها determination، امال هعمل ايه؟ هحاول اطلع السلفايد اللي فيها ويبقى equivalent العينة واعمل له هو determination. الحالة اللي عندنا السامبل كانت كابر سلفايد، حطيت عليها زنك ميتال واسيد، فقام طلعي لي ال H2S equivalent للسلفايد اللي موجود في السامبل. ال H2S خدته عملت له titration، حطيت عليه excess standard iodine solution، وبعدين عملت titration للإكسس زي ما احنا عرفنا back titration. ده كان اول اكزامبل. تاني اكزامبل عندنا اللي هو insoluble sulfide. اخر حاجة في السلفايدز كانت الorganic compounds اللي فيها SH group. اول مثال لينا الثايوجلايكوليت، ده بيستخدم skin care products. ياريت نحفظ الاستخدامات علشان نبقى احنا فاهمين ان الاكزامبلز او الابليكيشن اللي عندنا ليها استخدام في السوق، والحاجة اللي احنا بندرسها applicable فعلا في حياتنا. طيب الثايوجلايكوليت هنلاقي الاستراكشر بتاعه اهو، الاستراكشرز اللي موجودة معانا دي للحفظ. طيب انا هبص للثايوجلايكوليت هلاقيه ان هو اصلا كان طالع، لو الناس تشوف معايا كان طالع من هيدروكسي اسيتيك اسيد او هيدروكسي صوديوم اسيتيت، ورحت شايله الهيدروكسي وحطيت بدلها اس اتش عشان يبقى ثايو يعني فيه سلفر، فشلت الهيدروكسي اللي موجودة وحطيت بدلها الـ SH group. اتنين مولكيولز من الثايوجلايكوليت اتفاعلوا مع الايودين، لقيت ان في الاخر طلع لي 2 2H او الهيدرو ايوديك اسيد، واداني البرودكت اللي قدامنا. التفاعل اللي قدامي ده ريفرسبل، فعلشان اخليه يمشي فورورد حاولت ان انا اسحب الاسيد اللي طالع عن طريق الكالاين ميديوم صوديوم بايكربونيت. المثال الثاني دايمر كابرول، ده بيستخدم از انتي دوت اوف هيفي ميتالز. الاستراكشر بتاعه قدامنا اهو، الطالع من ايه؟ طالع من الجليسرول اللي هو كان بولي هيدروكسي الكحول. هنلاحظ ان انا كان الجليسرول، الناس لو فاكره الاستراكشر بتاعه كان 3 او اتش، قمت انا شايله 2 منهم وحاطه بدلهم اس اتش. خدت 2 مولكيولز من الجليسرول حطيت عليهم ايودين ولقيت ان بيعمل له اوكسيديشن بيطلع لي 4 اتش اي، سحب الاتشات اللي موجوده وطلع لي البرودكت زي ما احنا شايفينه قدامنا. No sulfur is precipitated, so direct titration with iodine is possible. طبعا الحالات اللي قدامنا دي ايوديمتري، عشان انا حاطه الايودين بنفسي. تاني حاجة بيقول لي add sodium bicarbonate to neutralize the released HI to push the reaction forward زي ما احنا قلنا. تاني حاجة في السلفر جروب هنلاقي determination of sulfite. هسأل نفسي السلفايد ده ايه؟ ده reduced form، هيحصل له oxidation لسلفيد. تمام، يبقى انا عندي السلفايد اكيد هيبقى هحط عليه الoxidized form هيبقى الايودين، في وجود المية بيديني سلفيد و HI. بيقول هنا ان هو بيعمل له back titration، بيحط عليه non excess of iodine. Residual iodine is back titrated with thiosulfate using starch as indicator. طب بنسأل ليه اضطرينا ان احنا نعمله back titration او direct titration of sulfite with iodine give inaccurate results or low results. ليه يا ترى؟ نشوف مع بعض. The reaction is slow especially near the end point. تاني حاجة بيقول إن partial oxidation of sulfide by atmospheric oxygen may occur during titration، علشان كده هو اضطر يستغنى عن الدايركت وراح عملها back titration.
هنا عندي application كارل فيشر ريجنت. كارل فيشر ريجنت ده ريجنت مهم جدا، بنلاقيه بيستخدم في الكواليتي كنترول، بيعينوا بيه المويتشر اللي ممكن تكون موجودة في الاينتمنت. اهو used for determination of moisture. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي اعمل مرهم او كريم، يهمني في المرهم او كريم ده انه يتفرد على الجلد حلو، لكن يهمني ان نسبة المية اللي فيه اللي هي المويتشر تكون مقبولة، يعني ما يقوش سايح بيدهن على الجلد كده لقيه بيسيح. ده كله بيتظبط بايه؟ بيتظبط ان انا بعين نسبة المويتشر في الكريم. طيب هعينها بايه؟ هعينها بريجنت عندي، وده بيستخدم في الرقابة الدوائية فعلا في الكواليتي كنترول ديبارتمنت اللي بتبقى الرقابة على الادوية، اسمه كارل فيشر ريجنت. بيتكون من ايه؟ ايودين ان ميثانول اند سلفر دايكسايد ان بايريدين. ده يا اما بيكون الريجنت المكتوب ده الكومبوننت بتاعته موجوده كلها على بعضها، او تبقى في ازازتين. هما لاحظوا ايه؟ لاحظوا ان الايودين عشان يتفاعل مع السلفر دايكسايد ويديني السلفايت او السلفر SO3 ما بيتمش غير في وجود الميه، بمعنى ان لو ما فيش ميه التفاعل ده مش هيتم. فاستخدموا الفكرة دي ان هم يبتدوا يعينوا المية او المويتشر بقى اللي موجودة في الكريمات. شايفين الفكرة جاية منين؟ فلو انا هعمل تايتريشن بالريجن ده وانزل بيه على الكريم، فلو الكريم فيه كل ما بينزل المفروض ان الريجن بما انه فيه ايودين هيبقى الريجن لونه بني، لما ينزل ويلاقي ان في ميه التفاعل ده هيتم، فلاقي ان لون الايودين البني اتفاعل مع السلفر دايكسايد واداني الرياكشن، هيروح اللون البني. طيب لما الميه تخلص اول نقطه تنزل ما تلاقيش ميه، معناها ان التفاعل ده هيقف، فهيقف معناها ان لون الايودين هيظهر ويبتدي يديني اللون البني. تحضيره dissolving iodine in methanol and sulfur dioxide in pyridine. بعمل له المستحضر ده standardization against a hydrated salt sodium tartarate which is dissolved in anhydrous alcohol. بعمل titration أو titrant would be a solution of iodine and sulfur dioxide in anhydrous solvent. ما يبقاش فيه مستحضر في حاجة ما فيهاش فيها مية خالص زي البايريدين والميثانول، وبعدين ابتدي اعمل بيهم تايتريشن. بيقول لي اهو الاند بوينت از ذا فيرست ابييرنس اوف براون كلر، زي ما احنا قلنا ان هو لما ينزل والتفاعل ما دام في ميه اللي عندي تحت في الفلاسكة ده في ميه التفاعل هيمشي، فلون الايودين هيختفي لانه دخل في التفاعل. اول نقطة تنزل بعد ما كل الميه تتفاعل يبقى ده معناه ان هيلاقي ان الايودين مش هيلاقي له تفاعل فهيديني اللون البني. هنا انا عايزه ابتدي افهم الكومبوننت بتاعت كارل فيشر ريجن دي اهميتها ايه، يعني ايه وظيفه البايريدين وايه وظيفه الميثانول. هنشوف مع بعض. بيقول لي ايه؟ ايودين اند سلفر دايكسايد ار فولاتايل، therefore they are dissolved in pyridine which give additive reaction. يعني انا بحط البايريدين عندي، ادوب الايودين والسلفر دايكسايد في البايريدين علشان يمنع الفولاتيليتي بتاعته. طيب انا هكتب equation، اول حاجه احط الايكويشن الاولانيه دي قدام عيني واضحه تماما، ابتدي بحفظها الاول. ايودين زائد سلفر دايكسايد زائد ميه هيديني SO3 زائد 2HI. لما اجي اضيف عليهم بايريدين هعمل additive reaction زي ما هو قال بالظبط كده، هلاقي ان اللي مكتوب بالاحمر هو ده الايكويشن الاولانيه، يا دوبك ضفت عليهم رمز البايريدين ده عشان اسهل على نفسي وانا بحفظ الايكويشن. ده كان وظيفه البايريدين. طب وظيفه الميثانول ايه؟ هلاحظ ان التفاعل ده بيتم بس بيحصل لي مشكله، عندي مشكلة من البرودكت اللي طالع لي ده ان انا بلاقيه ممكن يعمل لي سايد رياكشن ويتفاعل مع المية اللي انا اصلا بعينها. اهو بيقول can react
with water فيعمل لي error في القراية اللي طالعة. طيب to prevent this side reaction methyl alcohol is added، هو حطيت ميثايل الكول فيقوم داخل لي على البرودكت اللي بيعمل لي سايد رياكشن ده ويعمل لي ايرور، ويقوم عامل لي اديتيف برودكت، برودكت جديد ما يتفاعلش مع الميه الموجوده في العينه. اديتيف برودكت فعلا انا لو جمعت الاستراكشرز والسامبلز اللي موجوده هلاقيهم ان هم مجموعين ومحطوطين على بعض، فيسهل عليا حفظ الايكويشن وانا جاي اكتب. آخر حاجة عندي هتظهر في السلفر جروب الديترمينيشن أو ثايوسالفيت. قبل ما ابتدي أشوف التفاعل أسأل نفسي الثايوسالفيت ده أكسيدايزد فورم ولا ريديوزد فورم؟ هلاقيه ريديوزد فورم، يبقى بالتالي هيتفاعل مع حاجة أكسيدايزد اللي هي هتبقى الأيودين. فعلا لما اشوف الايكويشن هلاقي ان الثايوسالفيت اتفاعل مع الايودين اداني الايودايد وتترا ثايونيت. البروسيدور بتاعتي هشتغل دايركت تايتريشن السامبل ونازله عليها بالايودين، في الحاله دي هتبقى ايوديمتريك ميثود. ليه؟ لان ايودي انا اللي حاطه الايودين بنفسي. طيب في ابلكيشن من السوق، انا لو عندي سلفر اينتمنت وعايزه اعين السلفر اللي فيه، بما اني جبت الابلكيشن ده في ديترمينيشن اوف ثايوسالفيت يبقى هو ليه علاقه بالثايوسالفيت. يا ترى ايه العلاقه؟ لما اجي اشوف البروسيدور بتاعته هلاقيه بيقول لي انه بيعمل ريفلاكس with excess sodium sulfide، يعني هحط السلفر كونتنت بتاعت الاينتمنت على اكسس صوديوم سلفايد، تفتكروا هيدولي ايه؟ هيدوني ثايوسالفيت. الاكسس ثايوسالفيت اكيد هعمل له تايتريشن وذ ايودين زي ما احنا اشتغلنا، بس هتقابلني مشكله ان انا عندي السلفايد ممكن انه في نفس الوقت يتفاعل اللي هو بقيه السلفايد الاكسس، ممكن في نفس الوقت يتفاعل مع الايودين اللي موجود. فقبل ما ابتدي التفاعل، قبل ما ابتدي التايتريشن، لازم الاكسس اللي موجود من السلفايت اللي ما تفاعلش اعمل له فيكسيشن باي ادينج فورمالدهايد. هنبتدي في تاني ابلكيشن الديترمينيشن اوف فري هالوجينز اللي هم بيستخدموا از ديسانفكتنتس، عندنا الايودين، البرومين، الكلورين. زي ما احنا عارفين ان في السوق مستحضر البيتادين المطهر، ده عبارة عن ايودين موجود اهو البوفيدون ايودين او بيتادين، ده عبارة عن كومبلكس من الايودين with non-ionic surfactant بيضيفوا عليه بوليمر بوليفينايل بيريليدون او بي في سي عشان يديني المستحضر ده. انا بعين فيه ايه؟ بعين الافيلابل ايودين اللي موجود. هعينه ازاي؟ دايركت تايتريشن، ان انا بحط بعمل في اسيد ميديم واعمل له تايتريشن وذ ستاندرد ثايوسالفيت. طيب في حاله البرومين والكلورين اعمل لهم تحليل ازاي؟ اسال نفسي البرومين والكلورين دول اوكسيدايزد فورم ولا ريديوسد فورم؟ هلاقيهم اوكسيدايزد فورم، يعني هيعملوا اوكسيديشن لحاجه، الحاجه دي هتبقى البوتاسيوم ايودايد. فهلاقي فعلا ان انا لما احط البرومين زي ما احنا شايفين في الايكويشن احط عليه بوتاسيوم ايودايد هيقوم مديني ايودين وبوتاسيوم برومايد. الايودين اللي طالع ده البرودكت اقوم عامله له تايتريشن بثايوسالفيت زي ما احنا متعودين، ده طبعا هيبقى ايودومتريك لان هو اللي مطلع الايودين. طيب في حالة الكلورين ووتر بيقول لي ان الكلورين ووتر contain beside dissolved chlorine some hypochlorous acid، يعني انا عندي الكلورين اهو لما بيدوب في المية بيديني hypochlorous acid. ممكن ان انا اعينهم هما الاثنين لان الكلورين اللي طالع ده الهايبوكلوروس اسيد equivalent للكلورين اللي كان موجود، فاعمل لهم treating with potassium iodide then liberated iodine can be titrated with thiosulfate. تالت حاجة في الابليكيشنز
determination of aldehydes. هتلاقوني حاطه ستار على السلايد دي لان هي دي الحاله الوحيده الريجنت هنا بيستخدم في حاله الالدهايد. بيقول لي هنا ايه، انا هسال نفسي الالدهايدز دي اوكسيدايزد فورم ولا ريديوسد فورم؟ هلاقيها ريديوسد فورم وممكن تتحول للاسيد. هو بيقول لي الالدهايدز ار اوكسيدايزد انتو اسيدز باي تريتمنت وذ ايودين ان الكالاين ميديوم. ايودين ان الكالاين ميديوم، الحته دي خدناها قبل كده. هو الايودين في الالكالاين ميديوم هيديني ايه؟ هيديني هايبو ايودايت. دي الحاله الفريده اللي عندنا في المنهج اللي استخدمت فيها الهايبو ايودايت في التعيين. وهي الايكويشن الايودين زائد الصوديوم هيدروكسيد هيديني الهايبو ايودايت. افاعل الهايبو ايودايت ده مع الالدهايد اللي عندي هيقوم مديني ايودايد والاسيد. استخدم الكلام ده فين؟ بيقول لي اهو ديترمينيشن اوف جلوكوز اللي هو عباره عن فود او دراج اديتيفز. الجلوكوز بحط عليه نون اكسس اوف ستاندرد ايودين في الكالاين ميديوم، وبعدين الجزء الاكسس اللي ما اتفاعلش اعمل له اسيديفيكيشن والسلفوريك اسيد يقوم مطلع لي ايودين. الايودين اللي طالع ده اتعامل معاه عادي اكني كنت ضايفه ايودين، واعمل تايتريشن بالثايوسلفيت. عندي الجلوكوز ده الرمز بتاعه، حطيت عليه الهايبو ايودايت اداني جلوكونيك اسيد. في حالتنا دي هتبقى ايودي متري لان انا حاطه الايودين من الاول بنفسي. عندي بقى ميكتشر ديترمينيشن اوف جلوكوز اند سكروز ميكتشر، احله ازاي؟ عندي الجلوكوز انا خدته بتعامل معاه على اساس ان هو الدهايد. طب السكروز؟ السكروز مش الدهايد، يبقى عشان اعين السكروز لازم اعمل له تكسير، لازم اكسره ويطلع منه الجلوكوز والفركتوز. اهو الجلوكوز بالطريقه اللي احنا خدناها لسه قايلينها ان انا احط عليه هايبو ايودايد، وبعدين الاكسس اعمل له اسيديفيكيشن يطلع لي ايودين، اعمل له تايتريشن بالثايوسلفيت. ده كده انا جبت الجلوكوز لوحده. عشان اجيب التوتال لازم الاول اهو السكروز is inverted into glucose and fructose by heating the solution with acid، ومديني الكونديشن اللي بستخدمها في التكسير 60 degree centigrade for 10 minutes. كده طلع لي الجلوكوز اللي ما equivalent للسكروز، او عاملة determination للتوتال زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. رابع حاجة determination of stannous salt. اسأل نفسي عينة الستانس دي oxidized form ولا reduced form؟ هلاقيها reduced form، يبقى بالتالي هعمل لها determination بحاجة oxidized اللي هي الايودين. acidification of solution of stannous chloride are directly titrated with standard iodine. طيب لو انا عندي مش عينة stannous، عندي عينة stannic، هعمل فيها ايه؟ الstannic افكر هي oxidized form، ممكن انا قبل ما ابتدي شغل عليها اعمل لها reduction فتتحول لstannous، وبعدين الاستانس ده اتعامل معاه زي ما احنا قلنا. هحوله ازاي من استانك لاستانس؟ بيقول اهو by a reducing agent zinc metallic zinc then the produced stannous can be determined by iodine. الحالة اللي عندنا هنا iodometric method. حد يقول لي هل الزنك ميتال ده قابلنا قبل كده؟ حد شافه؟ اقول انا شفته في حالة السلفايد insoluble sulfide لما كنت عايزة اطلع منه السلفايد اللي فيه لان انا مش عارفة اعمله determination هو insoluble، فحطيت زنك في وجود اسيد وطلع لي السلفايد as H2S. خامس application هيقابلنا determination of hypochlorite. الhypochlorite ده موجود في مستحضر اللي هو bleaching powder او الزهرة البيضة اللي بنستخدمها في تبييض الهدوم. ده بيبقى عبارة عن اضافات موجودة على المسحوق اللي احنا بنستخدمه في الغسيل. قوته بتبقى ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن الافيلابل كلورين اللي موجود في الزهرة البيضة دي اللي هو بنسبة 30%.
أنا عايز أعين الـ available chlorine اللي موجود عشان أعرف هي كويسة ولا لأ. الـ bleaching powder بيتكون من أربع حاجات: calcium hypochlorite, calcium chloride, calcium hydroxide and calcium oxide. أنا بعين الـ available chlorine عن طريق الـ hypochlorite اللي موجود في الـ bleaching powder. طيب هسأل نفسي الـ hypochlorite ده oxidized form ولا reduced form؟ هلاقيه oxidized form، فهيتفاعل مع الأيودايد في وجود أسيد ميديم فيديني أيودين وكلورايد. هيبقى لي تركة إن هو هنا هيحدد لي نوع الأسيد اللي أنا هعمل بيه أسيدفيكيشن، بيقول لي اعملي أسيدفيكيشن with أسيتيك أسيد، والأيودين اللي طالع اعملي له تايتريشن عادي بفاي سلفيد. ليه هو حدد لي الأسيتيك أسيد بالذات؟ ليه ما استخدمش HCl مثلا؟ اكيد انا بقول لنفسي اكيد ال HCl هيعمل لي مشكلة. HCl can't be used for acidification as it causes loss of free chlorine from calcium chloride produced by disproportionation of hypochlorite. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الهايبوكلورايد بساعات بلاقيه بيديني تفاعل تفاعل ويطلع لي كالسيوم كلوريد. المفروض ان انا بعين الافيلابل كلورين من كالسيوم هايبوكلورايد. لو الكالسيوم كلوريد اللي طالع ايكويفالنت للكالسيوم هايبوكلورايد خلاص مفيش مشكله اعين الكلورين من هنا او من هنا. لكن هو بيقول لي اهو لوس اوف فري كلورين، يعني في حصل لوس. ليه؟ لأن الكالسيوم كلوريت اللي طالع produced by disproportionation. يعني إيه disproportionation؟ يعني طالع بنسبة غير مكافئة للكالسيوم هايبوكلوريت اللي كان موجود، فبالتالي مش هيبقى equivalent للأفيلابل كلورين اللي أنا بعين. Determination of hydrogen peroxide. الهيدروجين بيروكسيد ده حكايته حكاية. طب ليه؟ علشان هو بيشتغل بوشين، ممكن يبقى هو reduced form ويحصل له oxidation، أو ممكن يبقى هو oxidized form ويحصل له reduction. إزاي يعني؟ ده according to الميديم اللي أنا مستخدماه. لو مستخدمة alkaline medium هلاقيه إنه بيبقى as reduced form ويحصل له oxidation ويطلع لي oxygen. لو كان في acid medium هلاقيه ان هو بيبقى as oxidizing form ويحصل له reduction ويدينا مية. احنا النهاردة هنستخدمه على انه وش؟ هنستخدمه ان هو عبارة عن oxidized form وبيحصل له reduction. يبقى اكيد الميديم اللي انا هستخدمه هيبقى acid medium. فعلا هلاقي الاكويشن اللي عندي اهي بتقولي ان انا عندي peroxide في acid medium، يبقى اكيد هو كان oxidized form، حطيت عليه بوتاسيوم ايودايد فطلع لي الايودين. الايودين اللي طلع ده عادي جدا هعمل له تايتريشن وثايوسلفيت يوزنج ستارش از انديكيتور. يبقى الحاله اللي عندي هنا دي ايودومتري، لان هو اللي طلع الايودين اللي عملت له تايتريشن. ديترمينيشن اوف كلوريت بروميت ايوديت. هسأل نفسي يا ترى الكلوريت أو البروميت أو الأيوديت ده عبارة عن oxidized form ولا reduced form؟ oxidized form، يبقى هيعمل reduction للبوتاسيوم أيوديت في وجود acid medium زي ما احنا شايفين في الإكويشن، وهيطلع لي أيودين. الأيودين دي أعمل لها titration بثايوسلفيت using starch as indicator. يبقى الحالة اللي عندي هنا أيودومتري. نفتكر مع بعض كده الابليكيشنز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم. عندنا 11 ابليكيشن في الايودين ايودايت سيستم، خدنا منهم السلفر جروب، فري هالوجينز، الالدهايد، الاستانس، الهايبوكلورايت، البيروكسايد اللي بيتفاعل بكذا طريقه، الكلوريت، بروميت، ايوديت. احنا وقفنا عند هنا، هيتبقى لنا بعد كده الجليسرول و الفارماسيوتيكال كومباوندز. نبتدي في الجليسرول. الجليسرول ده عبارة عن بولي هيدروكسي الكول زي ما احنا شايفين في الاستراكشر بتاعه، فهو ريديوسينج ايجنت بيستخدم في الفارماسيوتيكال بريباريشنز.
بما انه reducing agent يبقى انا من المتوقع ان انا هحط عليه حاجة تعمل له oxidation. في حالة الأورجانيك الكحول اللي هو الجليسرول لما بيحصل له اكسيديشن بيدي كربون دايكسايد ومية، بيحتاج strong oxidizing agent. فاحنا في الحالة بتاعتنا دي حطينا عليه non excess of standard potassium dichromate في strong acid medium، والacid medium بيبقى عبارة عن sulfuric acid، بيعمل oxidation التفاعل بين الجليسرول والبوتاسيوم دايكروميت بيبقى equivalent، ويبقي لي الاكسس ستاندرد دايكروميت هو ده اللي هبتدي اعمل له تايتريشن. بتعامل معاه على انه اوكسيدايزنج ايجنت، فبقوم حاطة عليه بوتاسيوم ايودايد زائد اسيد عشان يبقى ايود متري، ويتفاعلوا مع بعض يدوني ايودين، الايودين انزل عليه بثايو سلفيت. دلوقتي انا عايزة اكتب المعادلات. عندي المعادلة بتاعت الجليسرول مع البوتاسيوم دايكروميت في وجود السلفوريك اسيد، هشوف كل واحد مفروض يطلع لي ايه. لقيت ان الجليسرول انا حفظت كربون دايكسايد ومية لانه اورجانيك الكول. تاني حاجة عندي البوتاسيوم دايكروميت يحصل لها ريدكشن لايه؟ لكروميوم، وهيظهر لي في المعادلة كروميوم سلفيت. جه منين السلفيت؟ الاسيد ميديوم اللي انا مستخدماه اللي هو كان سلفوريك اسيد. دي كده اول معادله. تاني معادله الاكسس من الستاندرد بوتاسيوم دايكروميت اللي عملت له باك تايتريشن في وجود الايودايد والاسيد ميديوم بيطلع لي كروميوم وايودين. تالت معادله الايودين اللي طلع لي ده بعمل له تايتريشن بثايو سلفيت عشان يطلع لي ايودايد وتترا ثايونيت. بمعنى ان انا عندي هنا في الجليسرول لما يجي يقول لي اكتبي المعادلات بتاعتها يبقى عندي ثلاث معادلات داخلين في الاكسبيرمنت عشان تبقى الاجابه كامله. واحنا زي ما احنا شايفين هنا ان احنا اشتغلنا ايودومتري. تسعة determination of iron ammonium citrate. iron preparation anti-anemic، يعني بيستخدم المستحضر ده في علاج الأنيميا. هلاحظ ايه؟ الايرن اللي موجود هنا موجود على هيئة فرك، حتى لو شفناه من الاستراكشر اللي موجود هنلاقيه فرك. تاني حاجة ان انا عندي امونيوم سيتريت، السيتريت ده اورجانيك كومباوند انا عايز اتخلص منه، فهتخلص منه ان انا اكسده، فهحط عليه سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي البرمنجانيت في وجود اسيد ميديوم عشان يطلع لي كربون دايكسايد وميه ويفك من الايرن او الفيريك اللي انا عايزه اعمل له ديترمينيشن. الفيريك ايون هيخرج، اقوم ساعتها هو دلوقتي ده بقى اوكسيدايزد فورم، اتعامل معاه ان انا هفعله مع حاجه ريديوسد فورم اللي هو البوتاسيوم ايودايد، يبقى بيتفاعل ايودومتري. فعلا اهي في الايكويشن هلاقي ان الفيريك بعد ما فك من الامونيوم سيتريت حطيت عليه البوتاسيوم ايودايد فداني فيروس وايودين. المعادلة دي هنلاحظ انها الوحيدة اللي احنا ما استخدمناش فيها، ما كتبش فيها اسيد ميديا واتفاعلت مع البوتاسيوم ايودايد على طول. Determination of vitamin C اللي هو الاسكوربيك اسيد، بيستخدم طبعا في الفودز فارماسيوتيكال تابلتس. احنا عندنا هنا الاسكوربيك اسيد الاستراكشر ده مش للحفظ، هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي ان فيه هيدروكسيل جروب يعني الكولز، فهيبقى ده ريديوسنج ايجنت، هعمل له تايتريشن بالايودين في وجود تايتريشن بالايودين. هلاحظ انه التو الاتشات اللي موجودة في الهيدروكسيل جروبس اللي قدامنا هتتشال عشان يحصل له اوكسيديشن، فتديني حاجة اسمها دي هيدرو اسكوربيك اسيد. لما يجيلي الاستراكشر في الامتحان ببقى انا عايزاك تعرف انهي اتشات اللي هتطلع، يعني هيحصل له اوكسيديشن من انهي حتة، والمفروض ان احنا عارفين من قبل كده ان الاو اتش يحصل لها اوكسيديشن لكربونيل جروب زي ما احنا شايفين. Direct titration with iodine using starch as indicator.
forming dehydroascorbic acid. يبقى دي iodometric determination. آخر حاجة determination of metamizole sodium. ده بيستخدم as painkiller, spasm and fever reliever. يعني هو عبارة عن مسكن. عندي الاستراكشر بتاعي ده عايزين نفهمه. اللي يهمني فيه ان انا عندي ميثيلين جروب CH2 هنا اهي. CH2 دي بيقول ان فيها اكتف اسيدك بروتون. ليه؟ علشان هو متصل بدروينج جروبس، فهنلاقي انها بتسحب منه، فتلاقي ان البروتون اللي موجود ده اسيدك. لو جيت عملت له اوكسيديشن اهو بالايودين في اسيد ميديوم، هلاقيه بيتكسر لثلاثة برودكتس. ازاي؟ من عند الميثيلين جروب هيكسر قبلها وهيكسر بعدها. فلما اجي اشوف هلاقي ان الميثيلين جروب اتاكسدت لالدهايد، والسلفايد جروب اللي اتكسرت من ناحيه اتاكسدت لسلفيت، والنيوكليس بتاعه الكومباوند نزلت زي ما هي. بعمل direct titration with iodine in acidic medium using starch as indicator due to presence of active methylene group with highly labile acidic hydrogen which leads to its reducing properties. يعني reducing properties بتاع الميتاميزول ناتج عن labile acidic hydrogen لأنها متصلة ب drawing groups. هعمل تجميعة سريعة كده لكل الابليكيشنز اللي احنا خدناها، هقسمها تحت ايوديمتريك ميثود وايودوميتريك ميثود. زي ما احنا شفنا على من خلال ال 11 ابليكيشن، حاجات منهم كانت ايوديمتريك ميثود يعني مستخدمة فيها الايودين، يبقى انا متوقع ان كل الاكزامبلز اللي انا هحطها هنا هتبقى ريديوسينج ايجنت عشان تتفاعل مع الايودين. لكن في حالة الايودوميتريك ميثود دي بستخدم فيها البوتاسيوم ايودايد، فمتوقعة تماما ان كل الاكسبيرمنتس او السامبلز اللي موجودة هنا في الايودوميتريك هتبقى عبارة عن اوكسيدايزنج ايجنت عشان احط عليها البوتاسيوم ايودايد في اسيد ميديوم وتطلع لي الايودين. نشوف طبعا ايوديمتريك ميثود كان عندنا السلفر جروب بالتلاتة اكزامبلز اللي كانوا تحتهم، والتلاتة اكزامبلز التانيين اللي كانوا طالعين من السلفايد جروب، بعد كده الالدهايدز، ستانا السولتس، فيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد، والميتاميزول صوديوم. دول الحالات اللي كانت فيها ايوديمتريك ميثود، سواء كنا عملناها دايركت ايوديمتري او باك تايتريشن ايوديمتري. الايودوميتريك هنلاقيهم كلهم اوكسيدايزنج ايجنت، فري هالوجنز، برومين، كلورين، هايبوكلورايت اللي كان في البليتشنج باودر، هيدروجين بيروكسايد اللي كان ليه طريقتين واحنا هنا استخدمناه از اوكسيدايزنج ايجنت عشان مستخدمين اسيد ميديوم، كلوريت، بروميت، ايوديت، ايرن، امونيوم سيتريت عشان كان فيه فيرك، والجليسرول علشان الجليسرول هو صحيح ريديوسنج ايجنت بس احنا حطينا عليه نون اكسس من البوتاسيوم دايكروميت وعملنا له ديترمينيشن من خلال الاكسس بتاع البوتاسيوم دايكروميت. احنا كده وصلنا لاخر المحاضرة. هعمل سمري سريع. المفروض الحاجات اللي هتظهر قدامنا انتوا تقولولي هي ظهرت في ايه او بتفكرنا بايه في المحاضرة. ايودين ايودايت سيستم نفتكر مع بعض، دي الرسمة اللي احنا حطينا فيها كل الفاميلي بتاعت الايودين ايودايد سيستم، سواء كان ايودين، ايودايد، ايودونيوم، تراي ايودايد، هايبو ايودايد. الناس ترجع للسلايد عشان تفتكر كل الفروق اللي بينهم، سواء في الكتابة، في السيمبل، في الاستراكشر، هي ظهرت في ايه بالظبط. هنا كان الابليكيشن كان السلفر جروب، وبعدين نزلنا منها ثلاثة جروبس اللي هما كان السلفايد، سلفايت،
ثايوسلفيت وبعدين تنزلنا منهم ثلاثة تانيين تحت السلفايد اللي هما كان soluble sulfide, insoluble sulfide وorganic sulfide. ده شكل من الorganic sulfide إن هو SH two molecules بيتفاعلوا مع بعض ويدوني S bond S. ده الهيدروجين بيروكسيد اللي احنا قلنا ان هو بيشتغل على شكلين اوكسيدايد فورم او ريديوسد فورم نتيجه لاختلاف الكونديشن سواء انت في اسيد ميديوم ولا في الكالين ميديوم. والمحاضره بتاعه النهارده كنا مستخدمينه في اسيد ميديوم وهو كان عباره عن اوكسيدايزنج ايجنت. فيريك امونيوم سيتريت ده كان مستحضر بنستخدمه في الانتي انيميك يعالج الانيميا, وقلنا ساعتها ان احنا عايزين نفك الفرك من الامونيوم سيتريت فعملنا له اوكسيديشن عشان يفك الاورجانيك كومباوند ده عن طريق البرمنجانيت وفكينا الفرك وقمنا عاملينه ايودومتري. ده شكل الاستراكشر بتاع الاسكوربيك اسيد لما قلنا ان هو فيه او اتشات هيحصل له اوكسيديشن فهشيل الاثنين اتشز اللي موجوده ويديني دي هيدرو اسكوربيك اسيد. نعمل كويز بسيط علشان نعرف مين معانا فهم المحاضره ومين في حاجات فاتت منه. True or false, iodometry is used in determination of iron ammonium citrate. كل واحد يجاوب لوحده. Complete. نقط is composed of iodine and sulfur dioxide in pyridine and methanol. Choose. Peroxide can be determined iodometry, iodimetry, permanganometry, A and C. Write the equation of determination of peroxide. Give reason iodometry is considered as indirect determination. نجاوب مع بعض. أول واحدة false, هي مش ايوديمتري هي ايودومتري عشان الايرن هنا كان عبارة عن فرك. الريجنت ده كان طبعا كارل فيشر ريجنت. البيروكسايد ممكن يتفاعل ايودومتري وممكن يتفاعل ايوديمتري. ايه اللي هيحكمنا؟ الكونديشنز اللي احنا بنستخدمها. الايكويشن بتاعت البيروكسايد اهي في اسيد ميديوم فهو كان از اوكسيدايزنج ايجنت فتفاعل مع الايودايد. جيف ريزون هنا ليه هي indirect determination؟ لانه بيعتمد على الليبريشن اوف ايودين فروم بوتاسيوم ايودايد which is equivalent to the sand. برافو عليكم كده انتوا معايا في المحاضرة الحمد لله فاهمين. وصلنا للإيفاليويشن للمحاضرة, يا ريت تبعتولي ايه البوزيتيف بوينت اللي عجبتكم وصلت لكم الفكرة وايه النقط اللي ممكن نعملها امبروفمنت علشان يبقى افضل لينا. شكرا ليكم.